وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 34 في قراءة كتاب المختصر في التفسير من إعداد جماعة من علماء التفسير بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية، وانتهينا عند سورة المؤمنون. قوله تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، أي ليس الأمر كما يدعون، بل جئناهم بالحق الذي لا مرية فيه، وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله ما اتخذ الله من ولد، الآية، أي ما اتخذ الله من ولد كما يزعم الكفار، وما كان معه من معبود بحق. ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه، ولغالب بعضهم بعضا، فيفسد نظام الكون. والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده، تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك. وهذه الآية نظير الآية الأخرى التي مرت معنا في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا دليل قوي منطقي قوي، ويضربه أهل العلم في علم المنطق وفي ذكر أنواع القياس بهذا المثل. قال: وما لو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه. لو كان مع الله معبود آخر فكل يذهب بنصيبه، كل يذهب بنصيبه، وإذا ذهب كل بنصيبه غالب بعضهم بعضا، وإذا وقعت المغالبة فسدت السماوات والأرض. لكننا لا نرى أن السماوات والأرض دخلهما الفساد، ليس فيهما فساد، فدل على أنه لا يوجد إله آخر مع الله يغالبه. هذا هو وجه الاستدلال، ويسمونه دليل التمانع. قوله: عالم الغيب، أي عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك. قوله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون، أي قل أيها الرسول ربي، قل أيها الرسول ربي إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره. ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع أيها الرسول من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن، بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون. قوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أي وقل ربي أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم. قوله: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي وأعوذ بك ربي أن يحضروني في شيء من أموري. هذا مما يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله منه، حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به، قال ندما على ما فات من عمره وما فرط في جنب الله: رب ارجعني إلى حياة الدنيا. قوله تعالى: لعلي أعمل صالحا، أي لعلي أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها. كلا، ليس الأمر كما طلبت، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة والبرزخ إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه. ولو كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور، أي فإذا نفخ الملك، قلنا هو إسرافيل بإجماع الأئمة الموكل بالنفخ في القرن، النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة
ولا يسأل بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم. وقلنا النفخة الثانية على قول بعض العلماء هما نفختان وقيل ثلاث، أما القول أنها أربع فقول بعيد. فهذه النفخة الثانية عند البعث من عند البعث لا أنسب، لا ينفع النسب، لا ينفع النسب، ولا يتساءلون، تساؤل راحة وتساؤل طمأنينة، ها؟ أما التساؤل تساؤل الخوف والهلع والفزع فهذا ورد. ولهذا لما جاء أحدهم إلى ابن عباس وقال له أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة في القرآن الكريم، دخلني فيها شيء، قالوا ماذاك؟ قال مواضع فيها يسمعون، مواضع فيها لا يسمعون، مواضع يسألون، مواضع لا يسألون، فما الجواب؟ فذكر له أن ذلك حسب مواضع كثيرة تختلف في موضع دون موضع أو حال دون حال، ها؟ قال كما قال لا يكلمهم، ها؟ يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يكلمهم كلام تطمين وكلام تهدئة، لكن يكلمهم كلام زجر وردع وتوبيخ وتهديد. نعم. فمن ثقلت موازينه، أي فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرهوبهم. فيوم القيامة على الناس على ثلاث أحوال: من ترجح حسناته فيدخل الجنة، ومن ترجح سيئاته يدخل النار، ومن تستوي الكفة فقلنا هؤلاء أصحاب الأعراف فيبقلون في الأعراف ثم ينجون. ومن خفت موازينه، أي ومن خفت موازينه رجحان سيئاته على حسناته فأولئك الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضدها وترك ما ينفع من الإيمان والعمل الصالح فهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها. تلفح وجوههم النار، أي تحرق، تلفح تحرق وجوههم النار وهم فيها كارحون، أي تقلصت شفاههم العليا والسفلى على أسنانهم من شدة العبوس. كارحون، ما هو الكلح؟ أن تتقلص الشفاء وتخرج الأسنان فتظهر أسنانهم فتتقلص الشفاء لشدة حر جهنم وشدة العبوس. من فوائد الآيات: أولا الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانيته، هذا دليل الإتقان، فهو كون ماذا؟ منتظم، مستقر منتظم، يستحيل أن يكون شيء مستقر منتظم من غير ماذا؟ من غير من أتقنه سبحانه. ثانيا إحاطة علم الله بكل شيء. ثالثا معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم. رابعا ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته. قوله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي ويقال لهم تقريعا لهم، ألم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا وكنا قوما ضالين عن الحق. ربنا أخرجنا منها، أي ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الله اسكنوا أذلة، اخسأوا سكون مع أذلة، اسكنوا أذلة مهانين في النار ولا تكلموني. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، أي إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي يقولون ربنا آمنا بك، آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين. فاتخذتموه سخرية، أي فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا للاستهزاء، تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء. قوله إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى. ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك، فقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، أي قال كم مكثتم، لبثتم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت. قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فاسأل العادين،
أي فيجيبون بقولهم مكثنا يوما أو جزءا من يوم فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور. ها؟ هذه الدنيا كأنها يوم أو جزء من اليوم، كأنها يوم أو جزء من اليوم. وخذ التطبيق الآن، أمس كان ترقب رمضان، اليوم كان 21، اليوم 21 ترقب العيد، فكأنها يوم أو جزء من اليوم. فطوبى لمن اغتنم وقته في الخير. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي قال ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفحسبتم أيها الناس أنما خلقناكم لعبا دون حكمة، فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء. فتعالى الله الملك الحق، أي فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما يشاء، الذي هو حق ووعده حق وقوله حق، لا معبود بحق غيره. رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، أي العرش الكريم أعظم المخلوقات، ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها. فتعالى الله الملك الحق. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة، وهذا شأن كل معبود غير الله. فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه، فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه، إنه لا يفوز الكافرون بليل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرغبون. قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يعني كل من ادعى إلها آخر غير الله ليس له برهان، وليس معنى أنه إذا كان له برهان يقبل. ولهذا قال هنا وهذا شأن كل معبود غير الله، ولهذا قوله هنا لا برهان له به، هذا يقول علماء الأصول وصف كاشف وليس وصف مقيد، لأن وصف مقيد يستفاد منه الحكم إذا وجد خلاف الوصف يوجد نقيض الحكم، لكن هنا هذا وصف كاشف بمعنى الحال دائما هكذا. فكل من ادعى إله غير الله ليس له برهان. وقل ربي اغفر وارحم، أي وقل أيها الرسول ربي اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذنب فقبل توبته. من فوائد الآيات، أولا الكافر حقير مهان عند الله، ثانيا الاستئذاب الصالحين ذنب عظيم يستحقه صاحب العذاب، ثالثا تضييع العمر لازم من لوازم الكفر، رابعا الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء، خامسا لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خصال الكافرين وعدم فلاحهم. هذا في التناسب الصور بين أول وآخرة، هذا التناسب علم من العلوم الذي يدخل في علم القرآن، علوم القرآن الكريم، ولأهل العلم فيه كلام طويل وعريض، فيقولون فيه التناسب بين السورة والسورة، وفيه التناسب بين آخر السورة وأول السورة اللي بعد، وفيه تناسب بين أول السورة وآخر السورة نفسها، وفيه التناسب بين الآيات، وفيه التناسب بين الآيات. وممن كتب في ذلك البقاعي، كتابه الدرر في تناسب الآي والسور، والسور، واختصر السيوطي في مطالع الدرر في تناسب الآي والسور ونحو ذلك. وهذا كتاب البقاعي كبير في نحو 14 مجلد، يذكر مناسبة أول السورة مع اسم السورة مع آياتها، ثم أول السورة مع آخر السورة نفسها، ثم التناسب بين الآيات، ثم تناسب السورة مع التي قبلها ومع التي بعدها. فهذا علم نافع جدا. طيب، سورة النور مدنية نزلت بعد الهجرة. مقاصد السورة: التركيز على قضية العفاف والستر وصفاء المجتمع المسلم وتحصينه من أسباب الفاحشة وكيد المنافقين في نشرها. في الطبعة الجديدة ماذا قالوا؟ دعوة إلى العفاف حماية الأعراف. دعوة إلى العفاف حماية الأعراف، هذا وخلاصته الدعوة إلى العفاف وحفظ العرض. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها، أي هذه السورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها، فرضناها من الفرض وهو إيجاب أحكام فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من أحكام فتعملوا به. قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما،
أي الزانية والزاني البكراني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما حتى ينزجر غيرهما. قوله الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقع الزنا مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحرم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين. فهذا هو الغالب، الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زانية، هذا الغالب. لكن ما حكم نكاح الزانية؟ ما حكم نكاحها؟ هل ولا يجوز أو أنه جائز؟ خلاف بين أهل العلم، الذي عليه أكثرهم أن هذا النكاح إذا وقع بشروطه فإنه يصح، لكن إذا كان وقع الزنا فلا يجوز أن يعقد عليها ولا أن يدخل بها إلا بعد أن تستبرئ بحيضة فيظهر أنها ليست حامل، أو إذا ظهر الحمل حتى تضع الحمل، بعد ذلك له أن يعقد وأن يدخلها. ومن العلماء من يجيز العقد دون الدخول، ومنهم من قال بجواز العقد والدخول إذا تيقن أنه لم يصبها أحد إلا هو. الحنابلة يزيدون شرطا في جواز نكاح الزانية وهو التوبة، فإذا ظهرت التوبة منهما جاز، وإلا منعت منه ومنع منه، وليس له أن يفعل ولا لها أن تفعل، لأنها هو على وصف مذموم، وكذلك هي. قوله والذين يرمون المحصنات، أي والذين يرمون بالفاحشة عفائف من النساء، والأيفاء من الرجال مثلهن، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموه به من الفاحشة، فاجلدوهم أيها الحكام 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. فلا يجوز أن ترمي امرأة إلا بشروط، إذا لم يكن 4 شهود فإنه لا يجوز القول في ذلك بشيء، وإلا كان حد القذف وهو 80 جلدة. قوله إلا الذين تابوا بعد ذلك، أي إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم، فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فإلا الذين تابوا يرجع على ماذا؟ على الفسق وقبول الشهادة، وأما الحد فيقام. فإن تاب القاذف قبلت شهادته وانتفى عنه وصف الفسق. قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، أي والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به، يشهد الواحد منهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا. يقول أنه يقسم بالله أنه رأى كذا، ويقسم بالله الثانية والثالثة والرابعة. نعم. والخامسة أن لعنة الله عليه، أي ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به. قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات، أي ثم فتستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا، ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي 4 شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها، أي ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به. قوله ولولا فضل الله عليكم، أي ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه تواب على من تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه، لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولفضحكم. قوله قال من فوائد الآيات، أولا التمهيد للحديث عن أمور العظام بما يؤذن بعظمها. ثانيا الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم.
ثالثا الحصار الاجتماعي على الزنات وسيلة لتحصين المجتمع منهم ووسيلة لردعهم عن الزنا. رابعا تنويع ما هو تجعله حقوق. ها حقوق قال لك حقوق سموهم اسم هذا الجديد الأمهات العازبات. حقوق الأمهات العازبات ما شاء الله يعني غاضوهم والله تعالى لم يرحمهم نعوذ بالله من هذا الضلال. حقوق المرأة العازبة الأم العازبة شو هي الأم العازبة؟ الزانية التي جاءت بولد عندها حقوق. طيب الشريعة ما أعطتها حقها؟ الشريعة ما أعطتها حقها؟ أعطتها حقها وذمتها على فعلها. فإن كان الفعل هذا وقع استزل الشيطان وليس من عادتها من تاب تاب الله عليه. أما أن تمتهن العمل ثم يقول حقوق أمهات العازبات هذا من المحادة لدين الله عياذا بالله. الحصار اجتماع الزنات وسيلة لتحصين المجتمع منهم وسيلة لرضعهم عن الزنا. رابعا تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية الحد ومعنوية رد شهادته والحكم عليه بالفسق دليل على خطورة هذا الفعل. خامسا لا يثبت الزنا إلا ببينة وادعاؤه دونها قذف. قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية أي إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة. جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم. والمقصود به رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول. ابن سلول هذا فيها ألف ولا ما فيه في الطبع موجود؟ طيب لما هذه كلمة هذا الابن ألف الابن هذه أين توضع؟ توضع في بداية السطر ابن كذا ابن عمر واضح أو لا أو وقعت أو لم تقع بين علمين أو نسبت إلى من ليس له عليه ولادة مباشرة كان ينسبه إلى جده أو أبه واضح. ويؤتى بها أيضا في مثل هذا الحال. هنا عبد الله ابن أبي من أبوه؟ أبي. ومن أمه؟ سلول واضح. فعلى القاعدة عبد الله ابن أبي ابني سلول هذا الألف هذا ما تديروش هذا الألف لا تفعله. لكن هنا نسب إلى أبيه وأمه في اثنين إلى الأب والأم في اثنين فقيل فكتب بهذه الطريقة عبد الله ابن أبي. إذا قرأت عبد الله ابن أبي تقول ابن سلول. لكن لو قلت مثلا عبد الله قال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بعد الإضافة الأولى يصير مضاف مجرور بالإضافة. قال عبد الله هذا هو ابن عمر. عبد الله هو ابن عمر. ابن عمر وعبد الله واحد لكن ابن الخطاب. وهنا القاعدة عبد الله ابن أبي ابن سلول. لكن سلول ما هو جده ليس أب عبد الله. سلول هذه أمه. سلول هذه أمه. فقيل عبد الله ابن أبي ابن سلول. ومثله عبد الله ابن مالك ابن بحينة. عبد الله ابن مالك ابن بحينة. فهذا أيضا من هذا الباب من هذا الباب. نعم. ومن باب الفائدة أملي عليكم بيتين في هذه الفائدة الإملائية إن شاء الله تكون موجودة. ها راحت. الله المستعان. نعم هذا في مخطوط وجدت بيتين في مخطوط. قال صاحبه المخطوط ونون العلم قبل ابن سلول وابن بحينة
ودع عنك الفضول. ها؟ قال ونون العلم قبل ابن سلول، نونه عبد الله ابن أبي، لا تقل ابن أبي ابن، ابن أبي كما ليس كما تقول عبد الله ابن عمر ابن، لا تقول عبد الله ابن زيد، عبد الله ابن زيد ابن، عبد الله ابن زيد ابن، لا تقول ابن زيد ابن، لا. أما هنا تنون ونون العالم قال ابن سلول وابن محينة ودع عنك الفضل، لما؟ لأنه هو عبد الله عبد الله ابن أبي، ابن أبي ابن سلول، فهو أبوه أبي وأمه سلول، وعبد الله بن مالك بن محينة أبوه مالك وأمه محينة، واضح؟ نعم، هذه فائدة جاءت على السبيل. قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات، أي هل إذ سمع المؤمنون المؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتلي عليه ذلك من إخوان المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح. هنا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الله تعالى قدر وقوع هذا الحدث ليظهر من في قلبه مرض ممن ليس في قلبه مرض، فأنتم تؤمنون بهذا النبي وبصدقه، فيا ترى هل النبي يعني لا يحفظه الله عز وجل في أهله وفي أزواجه وذريته وفي أزواجه وفي بيته وفي فراشه؟ فهؤلاء لما لقوا أدنى شبهة ظهر ما في قلوبهم من الغيظ والحسد والحسد والحقد، فرموا عائشة رضي الله عنها بما رموا. أما أصحاب القلوب الطاهرة فماذا؟ فلم يقولوا شيئا. وبعض الصحابة الكرام قالوا كما قال أهل النفاق، لكن هؤلاء الصحابة طاهرة قلوبهم قالوه جليا على الكلام الذي انتشر، لكن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك النفاق في قلوبهم. ولهذا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب منه من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. إذن قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فديتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها؟ فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا، فهم كاذبون في حكم الله. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين. قوله إذ تلقونه بأسنتكم، أي إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه، فما لكم به علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي البريء. قال القرم يقولوا ودي موجود الآن، أنت شفته والله قالوا سمعته والله قالوا وش دي يوم القيامة؟ إما يوم القيامة تأتي وتقف بين، إلا إذا كان عندك شك في يوم القيامة بالك جبك ما تجيش وبالك تلاقي الله تعالى ولا لا، هذا من ضعف الإيمان، هذه المعاصي هذه تنبي على ضعف الإيمان. يا أخي ستلقى الله، ستلقى الله، ماذا ستقول مع الله؟ ماذا ستقول؟ الله المستعان. فالناس الله المستعان في خوضهم في أعراض المؤمنين، خاصة أعراض المؤمنين. قوله تعالى يعظكم الله تعوذوا لمثله أبدا، أي يذكركم أو قبل ذلك، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا، أي وهل إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا، هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم. قوله يعظكم الله تعودوا لمثله، أي يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بليئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله. قوله ويبين لكم الآيات، أي ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها
عليها حكيم في تدبيره وشرعه. قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات وبلها القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، والله يعلم كذبهم كذبهم وما يؤول إليه أمر عباده ويعلم مصالحهم وأنتم لا تعلمون ذلك. ومثله في من ينشر الفاحشة تلك الحصص التي تنقل الفضائح في التلفاز، ويسموها ماذا يسمونها هذه فضائح، فضائح أسرار البيوت، أسرار النساء، أسرار الزوجات، وأسرار الرجال، وأسرار البنات، تأتي وتؤتى بها وتفضح على الملأ. هذا نشر فيه، وهذا كيف اعتدى على ابنته وأخته، وذك على جارته، وذك على أخت زوجته، أعوذ بالله أعوذ بالله. يقول العلماء هذه المنكرات والمعاصي في الإسلام ثلمة، هي ثلمة فينا، فكيف ننشرها وننقلها؟ في مؤخرا طلعوا فيديو يبينون فيه التجارة بالأطفال، يعني في بنات يزنين ويحملن ويلدن ثم يبيعن هذه هؤلاء الرضع إلى ماذا؟ إلى من ليس له أولاد، ممن له مطمع في ذلك. ويجوا أصلي واحد هذا، قلت له يا لا يجوز أن تنشرها، هذا لا يجوز، هذا نشر الفاحشة لا يجوز. هؤلاء الذين نذروا الحصة عليهم من الله ما يستحقون، وأذهب الله هداهم أو أذهب بهم، ونحن لا يجوز. الواتس ونقل ها في الواتس ها التليجرام ها الانستغرام ها أو الفايبر تنشرون الفاحشة، هذه أميتها، هذه قتلها، هذه لا تنقل، لا يجوز هذا. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. من فوائد الآيات أولا تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة، هذا من فعل أهل النفاق، نشر هذا الأمر من أهل النفاق. ثانيا المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين ومشاركتهم في أعمالهم، وقد يعني يستدرجون بعض وتكون نية طيبة لكن يؤخذ، فمتى انتهى تاب ورجع. ثالثا تكريم أم المؤمنين عائشة بتبرئتها من فوق سبع سماوات. رابعا التثبت تجاه الشائعات، فإياك تنتشر الشائعة وتروح تنقلها، خاصة في هذا الزمان يقطعوا التسجيل، يقطعوا الكلام، يقطعوا صورة مع صورة ويلصقوها كأنه يصافحه ويعانقه أو يصافح امرأة، بل يأتون بماذا؟ برجل وبصورة زوجته وينزعونها حجابها ويضعونها شعر آخر، ويقول لك انظر الرجل لما كان في بلد الكفر تصور مع زوجته من غير حجاب، والناس يقول شوف الله كنا نحسن به الظن، كنا نحسن به الظن الكذا الكذا، لا حول ولا قوة. وين أين سلامة القلوب وصفاؤها؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه بالباطل الباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكر الشرع. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. قوله تعالى ولا يأت أولي الفضل منكم الساعة، أي ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الساعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه وليعفوا عنهم وليصفوا عنهم، ألا تحبون يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فليتأس به عباده به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك. مصطح ابن أثاثة هو ابن خالته وكان فقيرا، أبو بكر كان يعطيه المال، لما تكلم مصطح بهذا الخبر الذي انتشر فمصطح قاله أو أبو بكر قال أنا أعطيه المال ابن خالتي يزيد يتكلم في بيتي في بنتي بهذا ما زيش نفق عليه، أوقف النفق. لما نزلت هذه الآية أبو بكر قال بلى ربنا بل نحب أن تغفر لنا، فأقسم أن يرد له النفقة ولا يوقفها أبدا رضي الله عنه الصديق. قوله إن الذين يرمون المحصنات، أي إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طردوا
لا يفتن المؤمنات هم في غفلة عنها. طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة. قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم أي يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق، فكل ما يصدر عنهم من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مية فيه. قوله تعالى الخبيثات الخبيثين الآية أي كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم ولهم رزق كريم وهو الجنة. أقوى وأكثر ما قيل في تفسير الآية أنه ماذا الخبيثات الخبيثين والخبيثون والخبيثات أي الأقوال والأفعال، فلا يصدر قول الخبيث إلا من خبيث، ولا فعل الخبيث إلا من خبيث، ولا قول مقالة خبيثة إلا من خبيثة، ولا سوءة خبيثة إلا من خبيثة. والطيب من الأقوال والأفعال يفعله الطيبون وتفعله الطيبات، هذا أقوى ما قيل فيها وأشهر. ولا يبعد القول الثاني وأن المرأة الخبيثة هي التي يتزوجها الخبيث والطيبة يتزوج الطيب، هذا قول فيه محمل وفيه يعني وجاهة. ولما كان اطلاع العورات سببا لإفراط الشهوة المؤدي إلى ارتكاب الزنا المذكور في بداية السورة أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا مساكنيها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان السلام عليكم أأدخل، ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه. من فوائد الآيات أولا إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي فليحذرها المؤمن. ثانيا التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. ثالثا العفو والصفح من المسيء سبب لغفران الذنوب. رابعا قذف خفائه من كبائر الذنوب. خامسا مشروعية الاستئذان حماية النظر والحفاظ على حرمة البيوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فإن لم تجدوا أحدا إن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن. وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوها فإنه أطهر لكم عند الله والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سيجازيكم عليه. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أي ليس عليكم حرج أن تدخلوا بدون استئذان بيوتا عامة 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 لا تخصوا لا تخصوا أحد. وعدة للانتفاع العام كالمكتبات والحوانت في الأسواق والله يعلم ما تظهر ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون لا يخفى عليه شيء من ذلك سيجازيكم عليه. لما كان النظر بريدا إلى الزنا إذا قولوا ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة يعني البيوت العامة ليس لها أحد تدخلها وتأخذ متاعك ولو دون استئذان. ولما قال لما كان النظر بإذن إلى الزنا أمر الله بغض البصير وقاية منه فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية أي قل أيها الرسول المؤمنين يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازهم عليه. هو تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن أي وقل للمؤمنات يتخفن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات ويحفظن فروجهن بالبعد عن تحته بالستر ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤهم كالثياب وليضربن بأغطيتهن على فتحات على ثيابهن يسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن. البعولة بعولتهن هو الأزواج أو أولاد أزواجهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء إخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات كن أو كافرات. ها ده محل خلاف. أو نسائهن إضافة إلى المؤمنات أي نساء المؤمنات. ها لكن هنا رأى ترجيح القول الآخر أو قال
أو نسائهن المأمونات، أي المرأة المأمونة المؤتمنة مسلمة كانت أو كافرة. لكن بعض الفقهاء بعض المفسرين رأوا أو نسائهن أي نساء المؤمنة. فلا يجوز أن تظهر المرأة بدون حجابها الشرعي أمام الكافرة، بل تتستر ولا تتكشف. لكن جمهور العلماء يرون أنه مقصود نساء المؤمن نسائهن المأمونات سواء كن مسلمات أو كافرات، وهذا يظهر أنه خلاف ظاهر الآية. نعم. أو ما ملكنا من العبيد ذكورا أو إناثا أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلمن ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. في فوائد الآيات: أولا جواز دخول المباني العامة دون استئذان. ثانيا وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم. ثالثا وجوب الحجاب على المرأة. رابعا منع استخدام وسائل الإثارة. قال تعالى: وانكح الايام منكم الصالحين. اي لما كانت العنوسة سببا من اسباب انتشار الزنا امر الله باعانة الايام على النكاح، فقال وانكح الايام منكم الصالحين. اي زوجوا ايها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائر التي لا ازواج لهن، وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن امائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق لا ينقص رزقهم إغناء لا ينقص رزقه إغناء أحد عليم بأحوال عباده. ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيام أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به، فقال وليستعف الذين لا يجدون نكاح الآية، أي وليطلبوا العفة من عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع. والذين يطلبون مكافأة إذا لم يجد ما يتزوج به يستعف، ومن ذلك الصوم، فعليه بالصوم فإنه لو وجاء. نعم. والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا على أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطوا عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعهم. ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي بأمته حين طلبت التعفف والبعد عن الفحشة لتطلبوا ما تكسبوا بفرجها، ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد إجبارهن بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن لأنهن مكرهات والإثم على مكرهن. يعني العبد إذا قال لسيده كاتب لي فوجب على السيد أن يكاتب، قيل واجب وقيل مستحب أكيدا بدليل إن علمتم فيهم خيرا، أي إذا كان يعلم هذا السيد هذا العبد يتكسب ويعمل ويجتهد في أن يعني يحرر نفسه. وآتهم من مال الله الذي آتاكم، ها مال هذا، قيل وآتهم مال الذي آتاكم، أي أنه ماذا، أي أن هذا السيد لما يكاتب عبده يخفض له شيئا من المال، وقيل أن يعطون من الزكاة، وقيل يعانون بالمال، والسيد أيضا ممن يعينهم. نعم. ثم ذكر كراهية الإرغام على طيب. واضح، هذا واضح. زيد. قالوا تعالى: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفضلات مفصلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قالوا تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي الله نور السماوات والأرض، وهذه من فيهما مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن كقوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت الشجرة مباركة هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يستويها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار فكيف إذا مستهم. نور الأشياء
نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور هداية. الله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. إذا شجرة الزيتون أحسن نوعها ما كانت تطل عليها الشمس في كل وقت، فلا يحجبها عن الشمس شيء. لهذا قال زيتونة لا زيتونة لا شرقية ولا غربية، فلا هي تحجبها شيء عن الشمس عند شروقها، ولا تحجب عندها الشمس عند غروبها، بل الشمس تمر عليها من الصباح إلى المساء أول المشرق. فهذا النوع من الشجر يكون زيته أمثل وأحسن وأصفى. نعم. قالوا تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أي يقال هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالآذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخره. أي نعم. والآية السابقة مثلا نوره كمشكات، يعني هذا ضرب لنوره في هذا المثل تقريب لنور المؤمن، نور الهداية والإيمان والعمل الصالح في قلبه، نور الإيمان، فنور الإيمان ونور العمل الصالح نور على نور. أيوه. يفيد الآية أولا الله عز وجل ضيق أسباب الرقي بالحرب ووسع أسباب العتق وحظ عليه. نعم. وهذا من الهدي العظيم الذي جاءت به الشريعة في باب الرق. نعم. ثانيا التخلص من الرق عن طريق المكاتبة وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل الرقيق حتى لا يشكل الرقيق طبقة مستغلة تمتهن الفاحشة. ثالثا قلب المؤمن نير بنور الفطرة ونور الهداية الربانية. رابعا المساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها، فيجب إبعادها عن الأقدار الحسية والمعنوية. خامسا من أسماء الله الحسنى النور، وهو يتضمن صفة النور له سبحانه. مختلف في هذا الاسم هل هو نور من أسمائه أو لا، وهنا رجح أنه كذلك. قال تعالى رجال لا تلهم تجارة، أي رجال لا يريهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه، والإتيان بالصلاة على أكمل وجه، إعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة ذلك اليوم الذي تقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير. قال تعالى يجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، أي والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها، مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء، وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملة، والله سريع الحساب. قال تعالى أو كظلمات في بحر اللج، أي أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج آخر بحر اللج عميق. نعم. من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخذ من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة، وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزق الله هدى من الضلال ومن لم يرزق الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستمر به. قالوا تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، أي ألم تعلم أي رسول أن الله يسبح له من في السماوات يسبح له من في الأرض من مخلوقاته، يسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء، كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير، والله عليم بما يفعلونه ويخفى عليه من أفعالهم شيء.
قالوا تعالى لله ملك السماوات والأرض، أي لله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. قالوا تعالى ألم تر أن الله يجزي سحابا، أي ألم تعلم يا رسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء 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 بعضه إلى بعض، أجزاء بعضه إلى بعض، أجزاء بعضه إلى بعض، ثم يجعله متراكما يركب بعضه بعضا، فترى المطر يخرج من داخل السحاب، الودق هو المطر، من داخل السحاب، وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى، ويصيب بذلك البرد من يشاء من عباده، ويصرف عن من يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار. فوائد الآية، أولا موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم. ثانيا بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان. ثالثا أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبحة المطيعة. رابعا جميع مراحل المطر، يعني شاذ، جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره. قال تعالى يقلب الله الليل والنهار، أي يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصارا ومجيئا وذهابا، إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عرضة لأصحاب البصائر على قدرة الله وحدانيته. قالوا تعالى والله خلق كل دابة من الآية، والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحياة من حيوان من نطفة، منهم من يمشي على بطنه زحفا كالحياة، منهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، منهم من يمشي على أربع كالأنعام، يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. قالوا تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات، أي لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ولو لا لبس فيها، آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة. قالوا تعالى ويقولون آمنا بالله وبرسول، أي ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا برسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيرهم بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون. قالوا تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله، أي وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يقسمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم. قالوا تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين. قالوا تعالى أفي قلوبهم مرض، أي أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها، أم شكوا في أنه رسول الله، أم يخافون أن يجر الله عليهم أن يجر الله عليهم ورسوله في الحكم، ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم بسبب أعراضهم عن حكمهم وعنادهم لهم. لما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، الآية أي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة. قالوا تعالى ومن يطع الله ورسوله، أي ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. قالوا تعالى أقسم بالله جزء إيمانهم، الآية أي وحلف المنافقون بالله أقصى إيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها الحلف بها لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون، قل لهم أيها الرسول لا تحلفوا فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. نعم هذا أخذ بتفسير طاعة معروفة، أي لا تحلفوا فكذبكم معروفة وطاعتكم المزعومة معروفة، وقيل طاعة معروفة أي التزموا بالطاعة كما جمل غيركم ولا يحتاج إلى الحلف، فهو أخذ بتفسير واحد. نعم في فوائد الآيات،
أولا تنوع المخلوق تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله. ثانيا من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صالحهم. ومن صفاتهم مرض القلب والشك وسوء الظن بالله. ثالثا طاعة الله ورسوله والخوف من الله لأسباب الفوز في الدارين. رابعا الحالف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في ملك الظاهر والباطن إن تولوا فعما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كلف به من التبع وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به إن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله بالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق ليس على الرسول إلا البلاغ الواضح ليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها. قالوا تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم أي وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحة أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها. وعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو دين الإسلام مكينا عزيزا. وعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. قالوا تعالى ما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي وأدوا الصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه رجاء أن تنالوا رحمة الله. قالوا تعالى لا تحسدن الذين كفروا معجزين أي لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب ومأواهم يوم القيامة جهنم ولا ساء مصير من جهنم مصيرهم. ولما ذكر الله من قبل أحكام الاستئذان الأحرار والبالغين ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا فقال يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية أي يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لكم يطلب منكم الإذن عبيدكم وإماءكم والأطفال والأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم القيلولة وبعد صلاة العشاء لأن وقت في دخولهم دون وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة وليس ثياب النوم. هذه ثلاثة أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثيروا الطواف عليكم بعضكم يطوف على بعض فيتعذر منهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان كما بين الله لكم أحكام الاستئذان بين لكم الآية الدالة على ما شرعه لكم من أحكام والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من الأحكام. فوائد الآية أولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الاهتداء. ثانيا على الداعية بذل الجهد في الدعوة والنتائج بيد الله. ثالثا الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن. رابعا تأديب العبيد والأطفال على تأديب العبيد والأطفال على استئذان في أوقات ظهور عورات في أوقات ظهور عورات الناس. قالوا تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم سنهم الآية وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا كما بين الله لكم أحكام الاستئذان بين الله لكم آياته والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم. قالوا تعالى والقواعد من النساء التي يرجون نكاح الآية أي والعجائز التي قعدنا عن الحيض والحمل لكبارهن التي لا يطمعن في النكاح فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرنا بسترها وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم إمعانا في الستر والتعفف. نعم والله سميع عيد
والله سمع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا الأعرج حرج الآية أي ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم ولا حرج ولا على الأعرج إثم ولا على المريض إثم إذا تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله. وليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم ومنها بيوت أبنائكم ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل أو ما ملكتم مفاتيحه هنا أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان. ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك. ليس عليكم يعني تعلم منه أنه لا يمتنع. نعم. ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادى فإذا دخلتم بيوتا ولا أفضل الاجتماع لا حرج ولا أفضل الاجتماع إيه؟ فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها غيرها سلموا على من فيها بأن تقولوا السلام عليكم. فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله شرعها لكم مباركة لما تنشره من المودة والألفة بينكم والألفة بينكم طيبة تطيب بها نفس سامعها. بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها. وقيل تحية فسلموا على أنفسكم يعني قيل المؤمن فهو المؤمن مثلك فسماه نفسك إشارة إلى القلب بينهما. أيوه من فوق. في هذه الآية أولا جواز وضع العجائز بعض ثيابهن لانتقاء الريبة من ذلك لانتفاء الريبة من ذلك. ثانيا احتياط في الدين شأن المتقين وأن يستعففن خير لهن. ثالثا الأعذار سبب في تخفيف ليس على الأعمى حرج. رابعا المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتأخي. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه بارك الله.